راديو أورينت يقدم الأدب السوري الجديد، حوارات ومساجلات نقدية حول الأدب السوري وقضاياه. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الأدب السوري الجديد. تتخذ المرأة المبدعة من الإبداع سلاحا إنسانيا في معركة تحررها وتحرر مجتمعها من الاستبداد، وكذلك من الموروث الاجتماعي الذي لطالما قيد حريتها وسجن موهبتها وعطل إرادتها، وبالتالي تعطيل إرادة نصف المجتمع. وبالأدب والكتابة والفكر تصر المرأة المبدعة على ضرورة كسر النظرة التقليدية الماضوية للنساء، وأنهن موجودات فقط من أجل العائلة والبيت، بينما الكثير من التجارب الحديثة والقديمة تؤكد على نجاح المرأة في الإبداع وشتى مناحي الحياة، بل وحتى في قيادة المجتمعات والحكومات والدول والثورات أيضا. ولا يكاد يخلو عقل أي قارئ أو قارئة من اسم مبدعة ترك إنتاجها الأدبي أثرا كبيرا وساعد على فهم الحياة أكثر. ولأن الحياة امرأة تجيد المرأة كتابتها وإبداعها، ولأن الثورة امرأة أيضا كما يقولون، فلا يمكن للثورات ولحظات التغيير التاريخية في المجتمعات أن تتم دون المرأة، ولا يمكن للشعوب أن تدخل المستقبل بثقة دون النساء وإبداعاتهن. ماذا عن علاقة المرأة بالأدب والمجتمع والثورة والحياة؟ وكيف ساهمت في الأدب الجديد؟ هذه الأسئلة وأسئلة أخرى سوف نناقشها في حلقة اليوم من برنامج الأدب السوري الجديد مع الكاتبة الدمشقية والمهندسة المدنية الأستاذة ميادة مصطفى كيالي، الحاصلة على شهادة الدكتوراه في الحضارات القديمة من جامعة فان هولاند الهولندية، والتي تنشط وتعمل بعدة مجالات أدبية وفكرية وإعلامية. أهلا ومرحبا بك أستاذة ميادة، ضيفة عزيزة على برنامج الأدب السوري الجديد. أهلا وسهلا بكم وأشكر هذه الاستضافة الكريمة. أهلا بك أستاذة ميادة. قبل أن نتحدث عن رحلتك في الأدب، كيف تصفي تجربتك في الحياة والعمل قبل مغادرة سوريا؟ في الحقيقة تجربتي في سوريا كانت، عشت حياتي كنموذج للابنة البارة الملتزمة بالدراسة والمجتهدة. كنت ملتزمة بالنظام العسكري الذي دخل إلى حياة المدرسة كما تعلم منذ الطلائع وحتى الشبيبة، وكنت نموذج في التدريبات والانضباط والالتزام بقضايا أمتنا العربية والعروبة. ودخلت الجامعة كلية الهندسة المدني بمجموع عالي، طبعا خولني لدخول الهندسة المدني، وأنهيت بعدها خدمة الدولة الإجبارية كالمترتبة على كل مهندس. وكان حقل اشتغالي في مجال متابعة التنفيذ في شركة جبل قاسيون، وبعدها انتقلت للعمل كمهندسة في مختبر التحاليل الهندسية في محافظة دمشق. بالمجمل الدراسة والدراسة الجامعية وفرص العمل بعدها لم تكن كما كانت تطمح إليه ميادة، وكما الطاقات التي تحملها ميادة، لكن أنا بالأماكن التي عملت فيها اجتهدت أن أعمل بكل ما بوسعي، لدرجة أنني في مختبر المحافظة على سبيل المثال ساهمت في إحداث دورة تدريبية لمهندسين التنفيذ في المختبر بالتجارب الهندسية، وكانت دورة ملفتة لأن المشرف الضيف المشرف كان على تلك الدورة في ذلك الوقت المهندس محمد شحرور رحمه الله، كان متميز كمهندس في ميكانيك التربية، وكان يفتتحها بمحاضرة عن فلسفة ميكانيك التربية وتنتهي بعدة أسئلة عن الدين، يعني تبدأ بالهندسة وتنتهي بالدين،
هذا قبل أن ينشر هو كتابه الفكري الأول حول الكتاب. نعم. أستاذة ميادة، إذن حياة مليئة بالتعلم والتعليم. بعد أن غادرت سوريا عشت فترة في لبنان، صحيح؟ تماما. كم المدة التي عشتها في لبنان، وهل يمكن أن نعرف ماذا قدم لك لبنان على صعيد الحرية؟ امتدت تقريبا لحوالي 12 سنة في لبنان. في لبنان مبدئيا ارتحت على الصعيد الديني اللي نقول، فقد عشت في مدينة زحلة، طبعا زحلة بغالبيتها المسيحية، شعرت بنوع من التحرر من هيمنة التيار الديني الذي بدأ بالتغلغل والنشاط في أواخر من منتصف التسعينيات في المجتمع السوري. أستطيع أن أقول أن هواء لبنان ناسبني، جاء على مقاس حريتي من هذه الناحية، فأنا بطبيعتي سائرة على التقاليد والأعراف التي ألصقت بالدين والتي كانت دخيلة على المجتمع السوري، خاصة في فترة السبعينيات والثمانينيات. فقد كنت أكره أن أرى طفلة مثلا في الابتدائي تقول إنها لا تسلم على ابن عمها لأنه يجوز لها، يعني طفلة صغيرة، ولا أحتمل مثلا سيدة من أقربائي تقول عن ابنتها التي نجحت في البكالوريا أن أخاها لم يسمح لها بدخول الجامعة، وكأنه هو الموكل بأمرها. وأمور كثيرة كانت تفقدني صوابي مع أقرب الناس لي من هذه الناحية، كيفية الأغلال الموجودة على المرأة بشكل عام. نعم. أيضا هامش الحرية السياسية بين ظفرين الموجود في لبنان الذي كان يعيشه لبنان مع تعدد الأحزاب لم أكن معتادة عليه، ساهم كل هذا ساهم في تفتح وعي وتغيير نظرتي نحو ما يحدث في المنطقة والعالم العربي بشكل عام. نعم. أستاذة ميادة، رحلة أدبية مليئة بالمحطات، هل يمكن أن نعرف ما هي أهم تلك المحطات التي تركت أثرا خلال هذه الرحلة الأدبية للأستاذة ميادة؟ الحقيقة الرحلة الأدبية هي أصلا بدأت بمحطة هامة جدا في حياتي، هي السبب في هذه الرحلة، وهي رحيل والدتي في 2004، الرحيل المفاجئ. هذا الرحيل هو الذي أيقظني على سؤال ماذا تفعل ميادة وإلى أين، خاصة وأن كلماتها الأخيرة قبل رحيلها كانت بمثابة الصاعق الذي أشعل حماستي. فقد كانت حزينة هذه السيدة التي تؤمن بالعمل وتؤمن بالمرأة وتؤمن بطاقاتها رغم أميتها، لم تقبل مني أي عذر بتربية الأبناء والتفرغ للحياة الزوجية، وقالت لي ليست ميادة التي تلغي مستقبلها العملي وتركن ذاتها على هامش الأسرة. هذا الرحيل أعادني للعناد الذي هو صفة لثيقة بي ورثتها ربما عنها، فعدت من جديد أبحث لي عن دور في مجتمع زحلة التي انتقلت للعيش فيها يعني في لبنان، ووجدت من خلال مقالاتي في جريدة العصر سلم النجاة الذي استعدت به وعي بعد غيبوبة امتدت لعشرة أعوام مرحت فيها ذاتي للعائلة. هذه الكتابة أعتبرها المحطة الرئيسية في التحول الجديد الذي ولدت فيه ككاتبة في لبنان بعد أن خلفت ورائي ميادة المهندسة قبل الزواج، ولدت فيه ككاتبة وصاحبة رسالة. نعم. وكان من أهم محطات حياتي الحقيقة. نعم. أستاذة ميادة، أنت تجيدين أكثر من لغة، طبعا في المقدمة اللغة العربية والإنجليزية وأيضا الفرنسية. هل هذه اللغات أسهمت فعلا في أن تمتلك الأستاذة ميادة عدة أشكال من التفكير وبالتالي تطور الوعي الأدبي؟ طبيعي اللغات ساعدتني جدا، هي اللغات بحد ذاتها هي نوافذ على الآخر تجعلك تتواصل معه، تفهمه، تقرأه، وتوصل له أفكارك، وتكتسب أيضا بالوقت ذاته معارفه وعلومه.
اللغة بالنسبة لي كانت جسرا للتعرف على جنسيات مختلفة عن قرب، خاصة عندما انتقلت للعيش في الإمارات منذ سنين طويلة. كما تعرف على أرض الإمارات توجد أكثر من 200 جنسية، يعني ممكن أن لا يمكنك أن تتخيل أن تسمح لك الفرصة لأن تسافر وتلتقي بكل هذه الجنسيات. هذا كله عن طريق اللغة تستطيع أن تتواصل معهم، هذا يثقل طباعك ويمنحك بعدا مختلفا في التعامل مع الإنسان وحتى مع النص الذي تقرأه وتبحث فيه. نعم، لكن ربما أستاذة ميادة هذا الإثراء بهذه اللغات يعني يجعل الأديب يخوض أكثر ويعمق أكثر في الكتابات الأدبية الغربية لا سيما الإنجليزية والفرنسية. طبعا طبعا يفتح مروحة البحث، تستطيع أن تجد مصادرك، تستطيع أن تستفيد من التجربة الغربية، أن تقرأ بعين الآخر، أن تصقل معارفك. أستاذة ميادة، هناك سؤال أوجهه عادة في هذا البرنامج لكل مبدع سوري بشكل دائم، والآن طبعا نوجهه لحضرتك. هل سبق الأدب الثورة أم أن الثورة سبقت الأدب، أم أنهما خاضا الحرب معا جنبا إلى جنب، وكيف تأثرا ببعضهما البعض؟ بالنسبة لي أظن أن الثورة سبقت الأدب وفجرته. لم يكن في الحقيقة الأدب ليجرؤ أن يتخطى عتبات محددة، كان هناك دائما حدود التزم بها لم يكن يبرحها. أتت الثورة فكانت كالزلزال، وعادة كما تعلم الزلزال يتسبب في حدوث براكين، خاصة إذا كانت المنطقة تضم هذه اللافا المحتبسة لسنين طويلة في الأرض، فتأتي الثورة تحدث هذا الشرخ فتنطلق الحمم البركانية المحتبسة في الأقلام ربما والصدور فتخرج. يعني هل تقصدين أستاذة ميادة بأن الثورة فتحت مجالا للحرية في الكتابة أكثر إن صح التعبير؟ طبعا طبعا، وأظن أن التربة بعد ذلك بعد الثورة ستصبح غنية بحواضن هذا الذي خرج، سيتولد أدب لم تعرف له سوريا مثيل، هذا برأيي. إذن هل تعتقدين أن الأدب اليوم كان وفيا للثورة والرغبة في التغيير والتحرر، أم أن التجارب الأدبية ظلت منعزلة دعينا نسميها عن واقعها تعيش خصوصية معينة؟ هلأ في الحقيقة الأدب استجاب للثورة وانطلق وأفلت من عقاله، لكن المشكلة ليست في وفاء الأدب للثورة، المشكلة في ما حصل في الثورة وما حصل للشعب السوري. التجارب الأدبية ربما إلى الآن تعيش قراءة المشهد، وربما تعكس التشتت والتشظي بعد الثورة الأولى. نحتاج إلى الوقت لكي نشهد ولادة الأعمال التي تكون بحجم المأساة السورية، وأظن أن الأدب بالعودة لسؤالك قد يسبق الثورة القادمة، يعني الآن يتشكل الأدب هو سيؤسس لثورة قادمة، لكن حتى يعني نكون لا نستغرق يعني في التعميم، يجب أن نقول أن الإبداع بحد ذاته هو لحظة منفلتة من عقال الزمن، لحظة غامضة خاصة، وبالتالي ليس بالضروري أن ننظر إليها على أنها تابع قصري لثورة أو لانتفاضة، وإلا سيكون لدينا أدب تعبوي أو لحظوي يفتقر إلى الجماليات والتي هي أساس كل تغيير وجوهر كل ثورة وكل عملية تحرر. نعم، لو عدنا أستاذة ميادة، عذرا للمقاطعة، لو عدنا إلى التاريخ نجد أن أدباء كثيرين كتبوا عن صلة الأدب بشكل من الأشكال بالمرأة، لكن الأستاذة ميادة كيالي كيف تفهم علاقة المرأة مع الأدب والإبداع؟ أعتبر أن المرأة علاقتها متأرجحة بالأدب والإبداع، متأرجحة بين موهبتها الأدبية وبين هامش الحرية التي تعيشه، فكلما اتسع هذا الهامش كلما تمكنت من إظهار إبداعها.
نحن في حاجة إلى إبداع المرأة، فقد اكتفينا بمن يحكي عنا ويشرح معاناتنا وأحاسيسنا عنا ويشبع لنا. نريد أن نتعدى الخطوط الحمراء، هي مهمة شاقة بلا شك. مجتمعاتنا لليوم لا تزال مجتمعات بطريركية بامتياز، وما تزال اتهامات تطال المرأة، وكذلك يطالها التحرش والتنمر وتجيش ضدها الميديا. إن هي صرحت بجرأة عن مكنونات الأنثى ومشاعرها وإزالت تلك الرقابة عن الممارسة على ذاتها، لذلك المرأة تحتاج إلى الحرية لحتى تبدع. لكن هذه الحرية حتى وإن كانت يعني بعيدة عن بلدها وموطنها، يعني هل تتحقق بذات النسبة فيما لو كانت هذه المرأة المبدعة في البلد الذي ولدت فيه وترعرعت فيه؟ تتحقق، ولكن تحتاج للحرية من جهتين، لأنه لا نزال نحن بين سلطتين، سلطة الاستبداد وسلطة الاستبداد بنوعين، السياسي والديني. هذا علينا أن نتخلص من هاتين السلطتين في الحقيقة حتى نبدأ. نعم أستاذة ميادة، هل اختلفت طبيعة النصوص التي تكتبينها قبل الثورة عن النصوص التي كتبتيها بعد الثورة؟ ربما اختلفت في المضمون، فحين يعيش وطنك، حين يعيش ثورة وما بعد من جراح وويلات وأزمات، لابد أن ينعكس ذلك بين السطور، ولابد أن تغرق أوراقك ربما بالدموع وتهرب من قاموسك مفردات البهجة، وينخفض نوعا ما معدل الفرح. بالتأكيد تركت آثارها. هل يمكن أن نعرف ما هي أهم الآثار التي ما زالت باقية في كتاباتك عن دمشق وعن ملاعب الطفولة والأماكن القديمة التي هجرتيها منذ الزمن؟ دمشق بالنسبة لي حاضرة في بساطة نصي. كنت أعتقد أن دمشق طواها النسيان لفترة، لكن دعني أخبرك بأمر بأنني منذ سنتين وصلت لأول مرة إلى ماربية في إسبانيا، ودخلت إلى الحارات القديمة التي تطابق تماما حارات دمشق، وفيها هناك شجرة ياسمين. قطفت بعض الياسمين بين راحتي وأخذت في البكاء. روائح الأمكنة لا يمكن أن تغيب من الذاكرة. دمشق اليوم هي أتخيلها تلك العابقة بالياسمين، أتخيلها في التاريخ، أتخيلها بأبوابها وقلاعها وببردة، أتخيلها بنهرا يهدر فرحا وحبا، وغوطة خضراء وجبال من صخور أبية. دمشق تأبى أن تفارقني. هل هذه التفاصيل كلها ملازمة لكل كتاباتك الأدبية؟ ملازمة في كما قلت لك، تفوح من كتاباتي، لكن بنفس حزين ربما. نعم أستاذة، نعم تفضلي إن كان هناك شيء تفضلي. دمشق نص الأدبي يشبه تماما، قد أقول يشبه تماما بيتنا في حي عمر المختار، ببساطته، برائحة زهر النارنج، بيشبه أحياء الصالحية وسوق الحميدية ورائحة الطين بأول شتاء في أيلول. نصي تدوير للذاكرة تأبى أن تفارقني، هذا ما تبقى من دمشق. نعم أستاذة ميادة، بالتأكيد توافقين الرأي بأن بعض الأدباء
ما زال الفكرة أو الكلمات أو المفردات الاستبدادية يعني دائما تغمر كتاباتهم وأدبهم. هل أول شيء أريد أن أعرف من حضرتك، هل توافقين هذا القول؟ يعني ما كل الأدباء تحرروا بكتاباتهم، صحيح؟ حتى وإن خرجوا من سوريا. صحيح صحيح، الاستبداد حاضر فينا بقوة، لا يزال لدينا. إذن كيف نصل إلى ثورة إبداعية تخلص النص الأدبي من آثار الاستبداد وتصالحه مع مجتمعه وواقعه الراهن؟ نحتاج إلى وقت. الاستبداد عدو كل شيء، الاستبداد يخنق الأدب والفن والإبداع. نحن نحتاج إلى تلك الثورة الإبداعية التي تخلص النص الأدبي من كل أشكال الاستبداد، سواء باسم الدين كما أشرت منذ قليل أو باسم السلطة. لم يحصل ذلك إلا حين نتصالح مع ذواتنا. يعني بمعنى أن يجب أن نرفع هذه هيمنة المستبد باسم السلطة أو باسم الله عنها. يتحقق ذلك حين ينتهي هذا التناقض بين ما نرغب بفعله وما يجب علينا فعله، لأن الدين أمر أو لأن السلطان أمر. يعني يجب أن ننتهي من هذه الحالة، حينها يشرق الإبداع فينا بأجمل الحلل. نعم، يقال إن المرأة التي تنحاز للثورة وتتخذ من الأدب سلاحا لها في عملية التغيير تتكبد خسائر ذاتية كثيرة. ماذا عن الخسائر وأيضا ماذا عن المكاسب التي تمنحها الثورات للمبدعين والمبدعات؟ المرأة التي تنحاز للثورة بالتأكيد تخسر، وتخسر ربما أكثر من الرجل عموما، لأنه دائما هناك وصم جاهز للمرأة بأخلاقها، توصم بأخلاقها، توصم بحياتها الخاصة، تلاحق بكافة الأشكال وتبتز بعدة أساليب. المكاسب التي تمنحها الثورة للمبدعين عموما سواء رجالا أو نساء، هي لما عندما تستطيع إبداعاتهم أن تلفت انتباه العالم، عندما تستطيع أعمالهم أن تعكس الصورة الحقيقية لما يجري وتحرك الرأي العام، وهذا أكبر مكسب للمبدع. ولكن حتى أكون يعني لا أفرط في يعني أقول للمبدعين عموما، حتى لا أفرط في التعريف الجنسوي، أو فأنا أتحدث عن بشكل عام عن الإنسان حتى لا أصنف بين إبداع المرأة وإبداع الرجل. هل يمكن أن تسمي لنا أبرز المبدعين والمبدعات وحتى المفكرين الذين تأثرت بهم؟ في البدايات تأثرت بشكل كبير بغادر سلمان وكتابات غادر سلمان، وأحببت جدا أسيمة درويش، وطبعا بالتأكيد يعني محمود درويش ونزار قباني لهم فعل السحر يعني علي. وعلى الصعيد المفكرين طبعا كان الدكتور محمد شحرور كبير الأثر في إنضاج وعي الدين، كان أستاذي في الهندسة وأستاذي فيما بعد في الحياة. يعني بداية انطلاقتي حتى يعني في العمل بالإمارات كانت من خلال مشاركتي بإعداد كتاب للدكتور شحرور، كان كتاب مترجم باللغة الإنجليزية، كان باسم القرآن والأخلاق والعقل النقدي، ألف الدكتور أندرياس كريسمان. كنت أنا المسؤولة على إعداد المواد العربي التي يقوم بترجمتها الدكتور أندرياس. نعم لا. نعم تفضلي. لا هذا نعم أستاذة ميادة، عملت في مؤسسات فكرية وبحثية كثيرة طبعا، ماذا عن دور المرأة في تطوير الفكر الحديث؟ كيف تنظر الأستاذة ميادة إلى الدور فعلا الذي تؤديه المرأة بتطوير الفكر الحديث؟
المرأة بالتأكيد يعني لو أعطيت الفرصة والمجال المرأة خلاصة، يعني تستطيع أن تضع بصمتها ومواهبها وأبداعها واضح. يعني أنا من خلال عملي بمؤسسة الجنون بلا حدود تعاملت مع العديد من الباحثات والمفكرات والمبدعات يعني في الوطن العربي، واللي ساهموا في بناء يعني الفكر الحديث من المغرب يعني وتونس، ناجية الورين، فاطمة قصور، زينب تونسي، أمال موسى، من زين بن شيخ المسكيني، ومن سوريا روز ياسين حسن وأسماء المعيكل وغيرهم كثيرين. يعني بصمتهم واضحة وفي تزايد. نعم، طالما تحدثت أستاذة ميادة عن مؤمنون بلا حدود، حتى لا نذهب بعيدا، ماذا عن هذا المشروع الفكري الخاص الذي تعملين عليه في هذه المؤسسة؟ وأيضا لو تحدثينا عن أهداف هذه المؤسسة ونشاطاتها. مؤسسة مؤمنون بلا حدود هي مؤسسة، يعني أنا من ضمن المؤسسات التي ساهمت في، كنت أحد أسباب يعني تأسيسها ومع جملة من الباحثين والمفكرين. انطلقت ب 2013 بالمغرب، هدفها الأساسي رعاية البحث الرصين ودعم جيل الشباب من المؤلفين والباحثين يعني. وكانت فعلا منصة أكاديمية ساهمت في إبراز أعمال هؤلاء الباحثون ومقالاتهم وحواراتهم، وساهمت في كثير النقاش حول سؤال مركزي هو سؤال الدين ودوره في الاجتماع. وكانت رهاناتها على الإنسان وخيريته وتمسكه بالقيم العليا وبإله ومطلق الخير. هالمؤسسة شكلت يعني فضاء أكاديمي حر، يعني كبرى المعاهد والجامعات كانت ترجو للتعاون معها في المجال المعرفي، وأضافت للمكتبة العربية لإصدارات دار النشر اللي أنا مشرفة عليها ما يقارب على 400 كتاب في الفلسفة والدراسات الدينية والترجمات والمجلات. نعم، من ضمن الكتب التي صدرت لك طبعا أحلام مسروقة ورسائل حنين، ماذا عن هذين الكتابين وتحديدا عن كتاب أحلام مسروقة؟ لماذا هذا العنوان؟ أحلام مسروقة له الحقيقة بحد ذاته يعني قصة، وإذا تشوفوا مكتوب عليه أحلام مسروقة مكتوب عليه كاتبة لبنانية. أحلام مسروقة هو مجموعة المقالات اللي كتبتها في لبنان بين 2004 ل 2006. من ضمن المقالات كان في واحد من المقالات اللي كتبتها بلبنان اسمه لقد سرقتم أحلامنا. فبعد أنا ما انتقلت لأبو ظبي وبقيت هون، فأحد أصدقائي عمل لي مفاجأة وجمع المقالات في كتاب واحد. هذا الكتاب لما قدمه لدار النشر الساقي يعني من خلال المقالات اللي عم كاتبة فيها أنا عن زحلة وعن لبنان، فما شكوا للحظة أنه أنا سورية، ولذلك كتبوا عليه كاتبة لبنانية. وبفتخر الحقيقة، يعني أنا أفتخر في كل بلد، وقلت لهم في أبوظبي قدمت كتابين أكاديميين، لو طلب مني أني أكتب أني كاتبة إماراتية لكتبت عليهم. فاستقوا العنوان من أحد المقالات لقد سرقتم أحلامنا، فسموه أحلام مسروقة، وكان هو من الأحلام اللي كنت أحلم بها واستعدتها طبعا بعد عودتي للعمل وعودتي للحياة في أبو ظبي. يعني لم تعد مسروقة. الأحلام تستعاد
نعم أستاذة ميادة، هل يمكن أن نستمع لنص أدبي من إبداعك الآن بصوتك؟ أيا كان، من كتاب أحلام مسروقة أو من رسائل وحنين أو أي كتاب تريدين. ممكن نص من بعد أحلام مسروقة ورسائل وحنين، نعم. نص يتحدث عن الخوف، كيف ينتهي الخوف؟ نعيش به ونكبر عليه، نخاف في الصغر من ذاك الحيوان الذي لا وجود له واسمه العوز، ومن الوحش، من هو الوحش؟ في بعض الأحيان يكون الرجل هو الوحش الذي تخافه المرأة. نخاف من رجل الدين المراقب على حسابات السماء والناطق الرسمي باسمها، صاحب التوقيع على صكوك الآخرة. نخاف من رقيب وعتيد قابعين على الكتفين، حراسة سجلاتنا وهمساتنا وأنفاسنا. نخاف من الفقر بعد أن فشل دواء الصبر في إسكات آلامه، ومن العمر يهرب ونحن نعاني من المسموح ومن الممنوع. نخاف من الله وناره توقد كل يوم على مسامعنا، ومن الضحكة لا بد فيكشفنا بعدها القدر بدمعة. نخاف من ماض يلاحقنا ومن حاضر يسبقنا ومن مستقبل قد لا نصل إليه. نخاف من أسمائنا ومن موروثها الطائفي ومن أدياننا التي علمتنا وأول ما علمتنا أن نخاف. متى ينتهي الخوف؟ وكيف ينتهي الخوف؟ نعم بالحب شكرا. وحده. نعم تفضلي تابعي. لا يمكن أن ينتهي الخوف إلا إذا تربينا على الحب وكبر معنا وبنا، حينها ستكون مقولة ما لنا غيرك يا الله صحيحة، فهو المحبة الخالصة وليس لنا غيره. وما أجمل هذه الكلمات وعلاقتها أيضا صراحة بالواقع المأساوي الذي يعيشه كل سوري في كل بقاع الأرض. أستاذة ميادة، أيضا لك كتابات وإبداعات أو أعمال، نعم أعمال عفوا، في مجال الصحافة والإعلام، كيف تنظرين إلى العلاقة بين الأدب والصحافة؟ دائما الأدب والصحافة. عفوا ما سمعت كملت الحديث. نعم، كيف تنظرين أو كيف تقيمين العلاقة بين الأدب والصحافة؟ الأدب والصحافة في علاقة تجاذبية. هناك أدب ملتزم وهناك صحافة تحتاج إلى الخطة الصحفية. فحتى نوازي هذه العلاقة فيما بينها، عندما يكون هناك أدب عالي وصحافة ملتزمة، يكون عندنا تأثير بالغ، وهذا الذي نريده اليوم. اليوم يوجد صحافة، يوجد صحفي يقدم نصوصا لما يقولون الخطة الصحفية، وبغض النظر عن مصداقيتها وعن أهميتها. الأدب الملتزم مع الصحافة المحترمة يفعل كالسحر برأيي. وهل قدم أو بالأحرى يعني، وحضرتك تعيشين في أبو ظبي وتعملين أيضا في مجالات كثيرة وخاصة في الإعلام والنشر، برأيك ما الذي قدمه المبدع المغترب لبلاده التي تعاني ويلات الحرب أصلا؟ بالنسبة للمبدع، هو سفير الحقيقة. المبدع سفير لبلاده، هو الذي يحفظ ذاكرة ما حدث، وهو الذي ينقل ما حدث إلى العالم، ويكون أمينا عليه ويكون شاهدا عليه. في مثال، أحد الأمثلة اللي أنا فعلا هزتني جدا، من الأشياء الإبداعات اللي يعني مميزة. هناك فيلم تصويري
تمت تسجيله خلال الثورة، عبارة عن تسجيلات خرج إلى العالم. هذا العمل من خلال الاشتغال عليه ومن خلال تقديمه للعالم كان له تأثير أكبر بكثير من قرارات تتخذ بصالح الثورة. المبدع سفير لبلاده، قادر على توصيل الصوت، قادر على يمتلك الحرية، ربما أيضا كمان المغترب يعني المبدع ممكن كمان يساعد أكثر. نعم، حتى أنه ينقل الواقع، ينقل الواقع أيضا بشكل صحيح كما هو أصلا. يعني لا نريد من المبدع أن يكتب بحقائق وأن يزور في الوقائع، لا، أن ينقله كما هو. أستاذة ميادة، كتبت في الأدب وأبدعت أيضا في الصحافة والإعلام والمقالات الصحفية وأيضا في الرسم والفن التشكيلي، صحيح؟ الرسم هو هواية، يعني هواية كانت رافقتني من الصغر وما سمحت الظروف أنه تابعت بشكل كبير. بالتأكيد، يعني هناك ثلاث مجالات من هذا، سواء في الأدب وأيضا في الصحافة والإعلام وأيضا في الرسم والفن التشكيلي. السؤال لحضرتك الآن، كيف استطاعت الأستاذة ميادة أن توازن بين هذه الأشكال الثلاثة أو الفنون الثلاثة إن صح التعبير؟ بالنسبة لي الهندسة علمتني شغلة كثير مهمة. صحيح أنا ابتعدت نوعا ما عن ممارسة الهندسة بحياتي، لكن علمتني إدارة حياتي بطريقة صحيحة. الفكر الهندسي الرياضي التحليلي بيمنح القدرة على برمجة الوقت وتوزيع المهام وبيعطي المقدرة بأنه تقدر تحمل أكثر من أمر بوقت واحد. هذا شيء ثاني، أنا بفتخر أني أنا امرأة سورية، وإذا بدي أقول لك كمان بتشبيه هندسي أنه نحن السوريين مثل الحديد المسبق الإجهاد بيسموه، فنحن تعرضنا لإجهاد مسبق، لذلك أي قوة نتعرضنا هلأ نقدر نحملها، ما بيخاف علينا. إذا نظرتك للحياة كيف هي الآن، تشاؤم أم نظرة تفاؤل؟ ما بملك إلا أني أتفائل. أنا إنسانة بسبب الظروف التي يعني مرقنا فيها وبسبب المخزون الكبير من الآلام، لكن لما أنت بتكون بموقع تتحمل فيه المسؤولية خاصة عن الفكر والثقافة يعني النشر، لا يعني ما فيك إلا أنك تبقى تحمل هاي الشعلة، شعلة الأمل، وأنك تقول أنه أنت إذا أنت أصلا يعني أنت بهذا الموقع وما أنك قادر تكون مؤمن بالتغيير ومؤمن، فكيف بدك تكمل هالرسالة؟ يجب أن تعطي نفسك، وعندك أبناء يؤمنون فيك وبيتكلوا عليك، وعندك ناس تؤمن فيك وبرسالتك، يجب أن تبقى متسلح بالتفاؤل بالأمل. جميل هذا الكلام، وأيضا نتمنى من المستمعين أيضا فعلا أن يعمل الجميع على هذه النظرة التفاؤلية، وأن القادم إن شاء الله أجمل. قبل أن أختم معك أستاذة ميادة وأن أسألك عن مشاريعك الإبداعية المستقبلية، أريد أن أعرف عن علاقتك وذكرياتك مع المبدع الكبير الراحل حسيب كيالي، وخصوصا أنكما من عائلة واحدة. حسيب كيالي أو عمو حسيب الله يرحمه، طبعا اللي برحيله أنا بتذكر وقت اللي توفى عمو حسيب كان في جريدة اللي حطت خبر وفاته، حطت صورة شاهدة
وعليها الأدب الساخر، يعني إنه برحيله رحل الأدب الساخر. نعم طبعا. أنا كان عندي ثلاث رجال بحياتي، يمكن هم يعني كثير أثروا فيني، اللي هن والدي اللي كان دائما فتحت عيوني على الدنيا وأنا صغيرة، هو بإيده هكذا تكلم زردشت ومن هالكتب الفلسفية يعني اللي كان يقراها يحب يقراها، وعمي اللي هو عمي أخو والدي اللي هو الشاعر عبد الجبار كيال الشاعر أستاذ اللغة العربية، وعمه حسيب. عمو حسيب كان في مناكفة دائما بينه وبين عبد الجبار كيالي، أصلا كتب فيه كتاب اسمه حكايات ابن العم. فهدول الرجال الثلاثة كانوا كثير لهم تأثير علي، وكان جلساتهم الفاخرة، يعني أنا صغيرة بتذكر أنه يعني أنا وعيته وأنا صغيرة أكثر يعني لعمو حسيب، كان دائما اتذكر شلون لما يقعدوا يتندروا بالشعر ويضحك بضحكته المشهوره يعني عندنا بالبيت، وهي الله يرحمه كان قامي سوريه نفخر فيها بعائله الكيال، نفخر فيها كسوريين يعني. بالتأكيد، ونحن أيضا نفخر بهذه العائلة الأدبية المبدعة. سؤال أخير لحضرتك أستاذة ميادة، ما هي مشاريعك القادمة؟ المشاريع القادمة أنا هلأ يعني طبعا كسولة نوعا ما من ناحية الأدب، لأنه بحكم الاشتغال يعني عندي، لأنه أكثر من رواية أديت عليهم من مدة، كان مشروع رواية أكثر من رواية حاطة بمخططاتي أني لازم أنهي واحدة منها على الأقل هي السنة يعني أو بالفترة القادمة. أما اللي هلأ حاليا ممكن أنه بده يطلع بكتاب قريب، هو مجموعة الحوارات اللي حول مشروع الفكري يعني اللي عندي اللي أجريت معي خلال السنين الماضية، هي عم جمعة في كتاب رح يصدر قريبا إن شاء الله. نعم، الكاتبة والإعلامية الدمشقية والمهندسة المدنية الأستاذة ميادة مصطفى كيالي، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في برنامج الأدب السوري الجديد. نتمنى لك مزيدا من الإبداع والكتابة والصحة والسلامة. شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ ماهر على هذا الحوار الجميل، شكرا لكم. أهلا بك، الشكر الجزيل موصول لكم أيضا مستمعينا الكرام على حسن وطيب استماعكم، على أمل اللقاء بكم بحلقة جديدة يوم الأحد القادم. إلى اللقاء. كنتم تستمعون إلى الأدب السوري الجديد، إعداد مصطفى تاج الدين الموسى، تقديم ماهر أبو غني، إخراج حسين قسوم.